الفنانة ديانا كرزون، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بفوشيا. خبرينا اليوم عن إحيائك للحفل بمهرجان جرس، خصوصا أنه اليوم هو أول حفل لك بعد ما إجا بيبي راشد. حبيبتي أشي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم كثير مبسوطة وسعيدة أني حفل ختام مهرجان جرش بعد انقطاع سنتين عليه. أول حفلة لإلي من بعد بيبي راشد، كثير متحمسة وسعيدة، ورح أقدم إن شاء الله اليوم ساعة كاملة من أغنية الخاصة الوطنية والعاطفية، ورح أغني أكيد من فلكلورنا الأردني، رح أغني شوية طربيات، فإن شاء الله يا رب تكون اليوم ساعة حماسية بامتياز. طب خبرينا هلا، مع وجود بيبي راشد وبيبي سلمى، قديه الضغط اللي بتعاني منه ديانا، وهل ممكن هذا الاشي يقل من ظهورها على الساحه الفنيه؟ يعني هو صعب اكيد يكون عندك طفلين وانك تديري بالك عليهم، بس اجمالا الحمد لله عم بدير بالي يعني، وعم بحاول اوفق بين شغلي وبيتي، بس اكيد طبعا شغلي الاولويه لبيتي. اكيد بتغاوزي بين بيبي سلمى؟ لا طبعا، اثنين بحبهم اكيد. دلال نفسه لسلمى نفسه؟ دلال، لا اكيد طبعا. طيب ديانا، شو بتشوفي شيء على الساحه الفنيه حاليا مش عم برضيكي؟ ما بقدر انا اقيم اجمالا يعني، بس ما في شيء معين، بس احنا بنحب دائما انه يكون في رقي بالاغاني، ان كانت وطنيه او ان كانت عاطفيه او اجمالا باي اغنيه. زي ما بقولوا بحب الأغنية الحلوة، بحب الكلمة الحلوة، فإن شاء الله دايما يبقى مستوى الفن عالي كتير، خاصة عنا بالأردن. طب ديانا، لشو اشتاقت بعد ولادتها؟ لشو اشتاقت تطلع للمسرح أكتر؟ اشتقت للمسرح، اشتقت للناس أكيد، الفنان زي ما بقولوا بنزينه وحياته الجمهور. طيب هلا، احنا شفناكي باكثر من حفل من حفلات ومناسبات الاردن، ومؤخرا كان في حفل احيتي لحفل زفاف ولي العهد، وشفنا القرب منك، قربك للعائله الهاشميه. خبرينا اكثر عن هذا الانسجام وقد ايه بفرحك. اكيد بفرحني واني اكون فنانه اردنيه دائما موجوده جنب العائله الهاشميه باحتفالاتهم، اكيد هذا فخر ووسام على صدري، وببقى سعيدة دائما أني أختار من بين الفنانين أن أكون موجودة معهم. والله يستمر الفرح يا رب ببلدنا الحبيب. طيب شو محضرتنا مشاريع قادمة؟ مشاريع قادمة إن شاء الله عم بجهز لإشي مصري إن شاء الله، وإشي كمان أردني فلكلوري إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، ومنشوفك في الأيام القادمة. شكرا إن شاء الله.